على قلب رجل واحد خرج من يدعم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، ألقى بعين في زنازين الاحتلال هبة اللبدي عم بتموت، وبصوت واحد طالبوا الحكومة الأردنية العمل على الإفراج الفوري عن الأسرى الأردنيين. بتأمل من كل المسؤولين يكفوا جهودهم، لأنه البنت قاعدة بتخسر من صحتها، ويوم عن يوم أنا خايفة أني أفقد بنتي. استدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور على خلفية اعتقال هبة وعبد الرحمن خطوة غير كافية وفق المحتجين الذين طالبوا باتخاذ مواقف صارمة ضد إسرائيل. نطالب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بوقف اتفاقية الغاز مع الصهاينة، وهو غاز فلسطيني بحت مسلوب من الأراضي الفلسطينية. طرد السفير الصهيوني من عمان. أوجه رسالة لصاحب القرار بأن يقوم باستبدال أسير الصهيوني المتسلل بأسرانا. المحتجون صبوا جام غضبهم على المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية واتهموها بالكيل بمكيالين. لو كان هذا الأسير أسير إسرائيلي أو هبة كانت إسرائيلية ما كان حصل اللي شفناه الآن، ما كان اضطرت أنها توصل الموت، ما حدا يسأل فيها ولا حدا يطالب بتحريرها. الحملة الشعبية المنظمة لوقفة الاحتجاج والتضامن مع الأسرى أمام مقر رئاسة الوزراء أكدت أن الاعتقال الإداري جريمة تستوجب محاكمة الاحتلال. لم تقف مطالب المتظاهرين عند حدود الإفراج عن هبة وعبد الرحمن فقط، وإنما تعدتها أيضا إلى الإفراج عن كل أسير أردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لنا شاهين عمان، المايادين.